بمناسبة عيد اهتداء القديس بولس الرسول، أقيم في كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في منطقة جبيهة بعمان قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية قدس الأب سامر مدنات، وعاونه الأب سليمان حفاوي بحضور جمع من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث الأب مدنات عن حياة القديس بولس شفيع الرعية ومكانته الروحية السامية وقصة تعرفه على السيد المسيح وإيمانه به إيماناً جذرياً، وعن اعتراف القديس بولس بالخطأ الفادح الذي ارتكبه بحق الرب يسوع، كما تحدث عن ثلاث فضائل روحية وهي الإيمان والرجاء والمحبة. وشاركت في الاحتفال الفعاليات الرعوية من جوقة الرعية بألحانها وأصواتها الشجية وكشافة وخدام هيكل الرب. الإيمان بالسيد المسيح والقديس بولس بيعلمنا، والآن تبقى هذه الأشياء: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن إيش بيقول؟ أعظمها المحبة، رسالة لأهل قرنثوس. هذا الإيمان بيسوع المسيح بيعطيني رجاء وبيعطيني محبة، ثلاث فضائل إلهية، وهذا بيعلمنا إياه القديس بولس طبعا في رسالته ورسائله. الرجاء هو الصورة اللي بيطلبها منا الرب أن نكونها، وبالنهاية هاي الصورة راح تكتمل وتتوج بإيش؟ بالحياة الأبدية، الحياة الإلهية، أعظم المواعد بسميها القديس بطرس في رسالته الثانية. أثمن المواعد أن ننال الحياة الإلهية، الحياة الأبدية. يعني لما بنطلع على السماء وما راح نموت، معناته إحنا صرنا مثل مين؟ مثل يسوع نفسه، لا نموت، ومن لا يموت سوى الخالق. راح نصير نشارك الله في حياته. هذا الرجاء بيجي من الإيمان نفسه اللي أعطانا إياه السيد المسيح في اللحظة اللي إحنا بنلتقي فيها معه. فبيصير الرجاء اللي هو المحرك لهذا الإيمان والمفعل لهذا الإيمان. خارطة الطريق هي الرجاء. ليش؟ لأنه أنا وين صرت؟ كيف بعيش اليوم؟ شو مطلوب مني أعيش؟ وكيف بعيش اليوم؟ هل تتطابق هذه الحياة التي أعيشها الآن مع الحياة التي يريدها مني السيد المسيح أن أعيشها؟ طوبى لك إذا تطابقت، ولكن إذا لم تتطابق بصير علينا نحرك ونجتهد حتى يتم هذا التطابق بين الحياتين وبين الإرادتين. وكل ما نعمله بعدين في المحبة، كل ما نعمل إشي يكون محبة للذي يدعونا أن نعيش هذه المحبة. فإذا هاي الثلاث أشياء بيعطينا إياها ربنا من خلال لقائنا بالسيد المسيح. وهون بدنا نتذكر وما ننسى، قديس بولس وصل للكمال وهو بيسمي حاله أصغر الرسل لأنه كان مضطهد لإلها، ولكنه حظي بلقب رسول الأمم لأنه أكثر واحد من الرسل اللي تعبوا ولفوا العالم كله حتى ينشروا خبرتهم بالسيد المسيح، ولم يكتفي بنشرها بالتعليم، بل كتبها في كتاب أو في الرسائل اللي تركها إلنا لحد اليوم، بيحكي لنا فيها عن عمق خبرته وحياته مع السيد المسيح.